كيف تعملين ربطة لشعر من الصوف؟ نحتاج إلى لونان من الخيوط الصوفية، قشة للشرب، مقص، لاصق. قومي أولاً بقص الجزء العلوي من قشة الشرب، ثم اعملي شقاً بواسطة المقص في كل قشة. أدخلي خيطاً صوفياً في كل قشة حتى يصل إلى الطرف الآخر منها، ثم أدخليه في الشق وثبتيه بلاصق. أعيد الكرة مع القشات الخمس. أحضري خيطاً صوفياً من لون آخر وثبتيه على القشة الأولى. صف القشات كلها على خط مستقيم واحد ولف الخيط على كل قشة. أعيد الكرة بالاتجاه المعاكس وهكذا دواليك. عندما تحصلين على الطول المناسب للربطة، أخرج الصوف من القشات، ثم قص القشة وأخرج الخيوط منها. عندما تنتهين هذه الخطوة، ثبتي كل من الطرفين بربط الخيوط مع بعضها. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.